وصلنا ليومين طالعين، كنا عم ننام تحت الشجر، ما في بيت يقاوينا. ايش نسوي؟ والله ما بعرف. قصة اللجوء لم تنتهي بعد. في جميع فصولها يجدون المعاناة والألم وكثيرا من الحسرة. في خيامهم المهترئة طفل يترقب، مقلتاه تنتظر الفرج القريب. أكثر من مليوني شخص بينهم الأطفال والشيوخ يعيشون في خيام لا تصلح للسكن بعد أن تهدمت منازلهم. كونوا معنا لنمد لهم يد العطاء والإغاثة بين ثنايا تلك الفصول، لنقول لهم الكويت بجانبكم.